الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين وفيها بفوز الأستاذ الباشا خالد السبسي. حملة السبسي تعلن فوز مرشحها لرئاسة تونس، وهيئة الانتخابات تعلن النتائج اليوم. لاريجاني يزور بيروت ويلتقي كبار المسؤولين وممثلي الفصائل الفلسطينية، ويؤكد أن تيارات الإرهاب وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. الجيش العراقي والبيشمركة يسيطران على محاور قضاء تل العفر ومطارح. تصاعد التظاهرات في أحياء حلب الشرقية للمطالبة بخروج المجموعات المسلحة ودخول الجيش السوري. ولافروف يؤكد العراقات عزم موسكو دعم مشروع القرار العربي في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. من المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس النتائج الانتخابات الرئاسية عصر اليوم. هذا وتتواصل عملية فرز الأصوات منذ مساء أمس غداة إغلاق مراكز الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 59% في وقت أعلنت فيه الحملة الانتخابية للسبسي أن المؤشرات تفيد بفوزه. من مراكز الاقتراع تفيد بفوز الأستاذ الباشا خالد السبسي بالانتخابات الرئاسية للدورة الثانية. في المقابل قال عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية لمحمد المنصف المرزوقي في مؤتمر صحفي، قال إن لا أساس لما صرح به مسؤول حملة قائد السبسي من أن هناك فوزا واضحا، وأنه قد يحتسب الفارق بين الرجلين بالآلاف من الأصوات لا بعشرات أو مئات الأصوات. كانت لنا معها لقاءات قدمنا لها فيها الكثير من التحفظات، وأشرنا فيها إلى الكثير من الوسائل التي قد تعتمد لمحاولة خرق القانون الانتخابي، وكان هناك استجابة معقولة من طرف الهيئة العليا، هذا أولا. لكن ذلك لم يمنع المنافس من ارتكاب مئات الخروقات هذا اليوم وبطريقة تصاعدية. الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس جرى وسط متابعة محلية وأجنبية وترقب أن تؤدي آخر خطوة من المرحلة إلى الاستقرار السياسي والأمني والانتعاش الاقتصادي في البلاد. عماد شطارة. تونس تنتخب رئيسها بشبابها وشيوخها بنسائها ورجالها، إصرار على المشاركة لتقرير مصير البلاد، ولا خوف من الإرهاب ومن رسائل الترويع والتهديدات طالما توجد ثقة بكفاءة الأجهزة الأمنية وما اتخذته من استعدادات. نتمنى لها السعد والهنيء، هذا كما نتمنى لتونس، ربي يهنينا وربي إن شاء الله يعفو بينا. مازال ماهوش واعي، فما انتخابات، فما مصير نتاع بلاد، فما حاجات معناها يلزم يعطي صوته ويعطي رايه فيها، خاطر مستقبله ابريتو معناها الكبار اللي صوتهم على خاطرنا نحن، واللي يعملوا فيهم على خاطر نحن مش نعملوا فيه على خاطر روحنا نحن. حكومة جمعة التي تعهدت بإخراج البلاد من بحر الفراغ السياسي إلى شاطئ الاستقرار تفي بتعهداتها من خلال إنجاز أوكد استحقاق، خطوة ستكون حسب مراقبين علامة انصراف فعلي للبناء والانفراج الاقتصادي. مشينا في الاستقرار الأمني، اليوم ماشيين في الاستقرار السياسي، فتونس هي ستكون وجهة كبيرة للاستثمار ونواثق، وهذا اللي باش يحرك عجلة الاقتصاد وباش يخلق مواطن الشغل إن شاء الله. بتصوري أن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء، بناء تونس الجديدة، ويحسب لتونس أنه في عام واحد استطاعت الاتفاق على دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية وإجراء دورتين للانتخابات الرئاسية. هو مشهد تقرير المصير للتونسيين كان إدراكه حلما حينما غلبت على الساحة لغة التجاذبات، والآن بات حقيقة حينما ساد الوفاق وتغلب مصلحة الوطن على مصالح الأشخاص والأحزاب. تحيا تونس أو تونس تنتصر.
المهم أن تونس هي المبتدأ وهي الخبر، وشعبها الذي أراد الحياة بالممارسة الديمقراطية يستجيب القدر. عماد شتارة، تونس، الميادين. والمزيد عن عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية وتوالي ردود الفعل على المؤشرات الأولية لإعلان بعض النتائج، تنضم إلينا شبكة مراسلين من تونس عماد شتارة من العاصمة التونسية، مراد الدلنسي من ولاية جابس، وبلال مبروك من سوسة. أهلا بكم جميعا. أبدأ من العاصمة تونس عماد، بين النتائج الأولية والوقت القليل الذي يفصلنا عن إعلان النتائج الرسمية، ما الذي نسجله من مؤشرات وأرقام، وكيف تأتي ردود الفعل على ما أعلن من نتائج لكلا المرشحين؟ نعم، حوالي ساعة إلى ربع تفصيلنا عن المؤتمر الصحفي الذي ستعقده هيئة الانتخابات للإعلان عن النتائج الأولية. ما رشح من معطيات صباح اليوم أنه بعد فرز أكثر من 75% من الأصوات، التقدم هو للباجي قايد السبسي بنسبة 55% مقابل 45 لمنافسه محمد منصف المرزوقي. التوقعات تفيد بأن 25% من الأصوات المتبقية لن تقلب الموازين، بالتالي نكاد نجزم بأن الباجي قايد السبسي هو رئيس تونس للسنوات الخمس المقبلة. نتوقع إعلان النتائج بعد ساعة إلا ربع، والأنظار تتجه الآن إلى حملة المرشح محمد منصف المرزوقي وكيف سيتعامل مع هذه النتائج، إن كان سيعترف بها أم سيطعن في صدقيتها، طالما أن مدير حملة المرزوقي قال بأن الأمس بين الساعة 3 و 6 مساء تم تسجيل أكثر من مئات الخروقات، وكان طعن في نتائج الدور الأول رغم أن الرهان لم يكن على منصب الرئاسة مباشرة، فهل سيطعن في النتائج الأولية التي ستعلنها الهيئة أم أنه سيتقبل النتائج بصدر رحب؟ هذا كفيل بمعرفته بالنسبة للساعات القادمة. نعم، كل الأحوال سنتابع كل جديد إن كان لردود الفعل، وحتى نترقب أيضا الإعلان الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية. وبالانتقال الآن إلى ولاية جابس، من هناك عبر سكايب معنا مراد الدلنسي. مراد، ما الذي يميز في هذه اللحظات وساعات الأخيرة هذه الولاية لجهة فرز الأصوات، وأيضا كيف تتوزع ردود الفعل؟ في الحقيقة الحدث الذي يفرض نفسه في محافظة جابس وما يحدث الآن وما حدث البارحة في مدينة الحامة التابعة لمحافظة جابس، نذكر أنه البارحة أثر بداية صدور نتائج صدر الآراء خرج عشرات أو أكثر من الشبان للاحتجاج على هذه النتائج، ثم هدأت الأمور آخر الليل، ومنذ حوالي نصف ساعة تجددت المناوشات بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة الحامة. وآخر خبر تأكدنا منه هو اقتحام المحتجين لمركز الأمن في مدينة الحامة احتجاجا على نتائج الانتخابات، وحاليا مازال التوتر زائدا في وسط مدينة جابس. بالطبع صباح اليوم لا حديث إلا عن نتائج الانتخابات، الجميع تقريبا مقتنعون بأن السبتي سيكون رئيس تونس المقبل، ولكن طبيعة دائرة جابس الانتخابية هي أنها صوتت في هذه الدورة وحتى الدورة التي قبلها ب 70 و 80% من الأصوات لصالح المرشح المرزوقي. إذن هناك شبه إجماع من ناحية الأصوات على المرشح المرزوقي. هم يعني الحديث صباح اليوم في الأسواق وفي المقاهي هو حول ما يعتبرونه عودة للنظام القديم في شخص سيد الباجي قائد السبسي، إضافة إلى سنه تقريبا. هذا هو الحديث، ولكن في الأخير هم يرجون مصلحة تونس قبل كل شيء. نعم، طيب بكل أحوال نرى إذا كانت في ولاية سوسة يختلف المشهد، أو إذا كانت حسمت هذه الولاية أصواتها. بالانتقال إليك بلال مبروك، ولكن نشير أيضا إلى أن زميلة سميحة البغانمي انضمت إلينا من قصر المؤتمرات حيث الجميع ينتظر أن يتم إعلان النتائج الرسمية. إليك بلال. نعم رامي، على عكس الحقيقة على العكس مشهد في محافظة جابس هنا في محافظة سوسة، يعني انتهت عملية الفرز بحدود الساعة 11 صباحا وأسفرت عن فوز كاسح في الحقيقة للباجي قايد السبسي بنسبة 67.8% مقابل 32.2% للمنصف المرزوقي، وهي نسبة مشابهة للنسبة نسبة الدور الأول. وهذا طبيعي، هذا طبيعي لأن سوسة والمستير والمهدية وكل محافظات الساحل هي محافظات معروفة بولائها للحزب الدستوري، الحزب الدستوري يعني عائلة دستورية، الحزب الدستوري الذي أسسه زي ما حبيبه، وحتى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
يعني المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس السابق سيدنا العابدين بن علي. يعني النتيجه غير مفاجئه في هذه المناطق، مناطق الساحل التي انتصرت بشكل كبير للمرشح الباشي قايد السبسي، وفي علاقه يعني بالاحتفالات التي شهدتها المدينه، يعني ما ان اغلقت مراكز الاقتراع ابوابها على الساعه السادسه او السادسه والنصف، خرجت الاحتفالات تقريبا في كل الساحات هنا في مدينه سوسه، كل الساحات العامه تحولت الى ساحات احتفال بما يرونه فوز الباشي قايد السبسي. يعني تقريبا النتيجه كانت محسومه قبل حتى اغلاق صناديق الاقتراع هنا، والنتيجه كانت يعني ربما معروفه سلفا بان الباشي قايد السبسي قد يتصدر يعني طليعه الاصوات هنا في منطقه الساحل. نعم، هذه الجوله السريعه على بعض المحافظات التونسيه، لكن الكلمه ستخرج من العاصمه التونسيه حيث الاصوات ستصل او وصلت بطبيعه الحال، ويتم الان في اللحظات الاخيره ان يتم اعلان النتيجه الرسميه. هذا ياخذنا مباشره الى سميحه البوغانمي. سميحه، ما الذي نسجله حتى الساعه؟ متى بالضبط سيكون اعلان النتائج؟ نعم رامية، انتهت عملية الفرز وسيتم الإعلان بعد قليل عن نتائج بشكل رسمي، لكن نود نشير أنه بحسب بعض التسريبات التي وصلتنا قبل قليل أن نتائج الانتخابات ستكون 44% لصالح المنصف المرزوقي و55% لصالح المرشح الباجي قائد السبسي. هي تسريبات ننتظر تأكيدها بعد قليل في المؤتمر الصحفي. والنسبة النهائية للتصويت كانت في الداخل 59% وفي الخارج 29%، وقد تم تسجيل في هذه الدورة عدد الأوراق البيضاء كانت أقل بكثير من الانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى. هذه إحصائيات ومعلومات نسوقها في انتظار بعد أقل من ساعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستعقد مؤتمر صحفي وتعلن عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية. طيب، بكل الأحوال هذا ما لدينا من تسريبات لجهة النتائج وكيف توزعت. هي ليست النتائج الرسمية، لكن هذا ما يدور في داخل قصر المؤتمرات حيث ستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج. ماذا عن ما يسجل لطبيعة الخروقات، وخصوصا أنه حملة المرزوقي تتحدث عن الكثير منها؟ نعم رمي، الخروقات والتجاوزات التي تم تسجيلها يوم أمس هي خروقات عادية جدا ولا تمس بنتائج الانتخابات وبمزقتها، ولكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت أنها ستتابع هذه التجاوزات التي تم تسجيلها يوم أمس وستتخذ الإجراءات اللازمة. هذا يعني أنها لن تتأثر بإعلان النتائج، هذه نقطة مهمة وضحتها سميحة البوغانمي. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من قصر المؤتمرات في العاصمة تونس. ومن العاصمة تونس أيضا نشكر مراسل الميادين عماد شطارة، بلال مبروك من ولاية سوسة، ومراد الدلنسي من ولاية جابس. نبقى في تونس حيث يرتفع عددهم عاما بعد عام في المجتمع التونسي. إنهم المسنون فاقدوا أي سند في هذه الحياة. 11 دارا موزعة على كامل تراب الجمهورية التونسية تسعى ولو بإمكانات بسيطة إلى توفير الدفء والراحة للكبار في السن. عبير الذوادي زارت إحدى دور المسنين في منوبة وأعدت التقرير الآتي. تجاوز العم عامر عقده السابعة من العمر، ضعفت همته ولا عائلة له تحضنه لاستكمال ما تبقى له من سنوات العمر. في هذه الدار وجد الدفء العائلي المفقود. اللي فات فات مشاهد دبا راهو تون فكروا في اللي موجود فيه، إن شاء الله ربي يوصلنا بيت ربي، ربي يهنينا لبعض. العم عامر ورفاقه يمثلون شريحة تتجاوز نسبتها 11% من المجتمع التونسي، نسبة ليست بالقليلة وقابلة للزيادة. البلاد إن شاء الله تعيش لباس عليها وتهدأ، فهمتني، ونولي ونسخن على بعضنا ونحن على بعضنا على خاطر كنا عرب. رغم كبر السن لا تغيب عن أذهان هؤلاء تطورات السباق إلى قصر قرطاج. وشال يجينا رئيس بهي اللي يعرف ربي ويطلع ينقذ كل تحت الصفر مساكن محرومين، معناتها يعني بهم والله ربي لا ماء ولا ضوء ولا ماكل حتى شيء. علاش هذاك مش عباد واحنا عباد ونشكل كيف كيف وراهو. مطالبهم لا تتجاوز الرعاية النفسية والصحية، فكيف لا وهم من سهروا الليالي لتكوين أجيال تونس. المسن هذا ما هو إلا تونسي،
ومواطن ما هو إلا تونسي ومواطن تونسي بنفس الدرجة. كان بيودنا أنه يقع دستارة الحقوق متاعه هو المسن بس ما يتحركش، هو يترقب الناس يجي طول عليه، يترقب مسؤولين يجي طول عليه، يترقب فعلي خير يجي طول عليه، لأنه فكر طلع هذيك فكر الزيارة هذيك ثم دفع معنوي هام جدا. يعيدون بالمشاركة بكثافة في الانتخابات، وغايتهم التصويت لمن يحسن لكبار تونس. بسواعدهم بنيت البلاد، هم الذاكرة والتاريخ والأعراف، لا يطلبون الكثير من أهل السياسة، فما بقي من العمر أقل مما مضى، يريدون حياة تكرم خريف عمرهم. عبير الذوادي، تونس، الميادين. وفي لبنان يواصل رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني زيارته لبيروت التي وصلها اليوم آتيا من دمشق. لاريجاني يلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين في مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام، إضافة إلى ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان. المسؤول الإيراني كان قد استهل زيارته بلقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح في مقر السفارة الإيرانية، وأشار في محاضرة له في الجامعة اللبنانية إلى أنه لا يمكن تحقيق الإصلاحات في سوريا بالدبابات، ولفت إلى أن التيارات الإرهابية وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. لا يمكن تحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية عبر الدبابات، وكلما حضرت أمريكا واحتلت موقعا يظهر التيار الإرهابي. هذا ما حصل في أفغانستان والعراق، وهذا نتيجة عسكرة الأزمة. وبعد 4 سنوات اقتنعوا أن معالجة الأزمة السورية تكون عبر الحل السياسي. ومن عين التينة في بيروت ينضم إلينا مراسل الميادين عباس الصباغ. إذن عباس، سيد لاريجاني بعد أن التقى رئيس الحكومة التقى أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبل قليل عقد مؤتمرا صحفيا معه، أبرز ما نسجله من مواقف وأيضا من تعاطي وردود فعل للطبقة السياسية اللبنانية مع هذه المواقف التي أطلقها من بيروت. نعم رامي، في هذه الأثناء يستمر اللقاء بين رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حضور عدد من النواب اللبنانيين هنا في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. على جدول أعمال أو لقاءات المسؤول الإيراني لقاء مع وفد من الفصائل الفلسطينية، ومن ثم ينهي بمؤتمر صحفي، لكن هناك أيضا موعد مدرج مع مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان. نعم. كان مقررا بالأمس، واليوم أكد لنا أحد قيادات حماس بأن هذا الموعد لا يزال قائما. بالنسبة للمواقف التي أطلقها لاريجاني، فهو كرر في محطات عدة بأن الحل السياسي في سوريا هو الأساس الذي دعت إليه إيران منذ 4 سنوات، وتطرق إلى الأوضاع في لبنان من جهة الخطر التكفيري الذي يواجهه لبنان عبر الجماعات الإرهابية على الحدود اللبنانية السورية. وفي موقف لافت قال لاريجاني بأن حزب الله يلعب دورا أكبر من دور الدول في هذه المنطقة. هذا ما كان مدار تعليق في عدة وسائل إعلامية لبنانية بأن لاريجاني يطلق العنان لحزب الله عندما يرى أن دوره أكبر من دور الدول في هذه المنطقة. عند الرئيس تمام سلام رئيس الحكومة تطرق لاريجاني إلى الأوضاع في المنطقة بشكل عام، خصوصا بأن زيارته بدأت في سوريا وتنتهي في العراق بعد لبنان. لم يدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وهو رحب بالحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، وقال بأن النخب السياسية اللبنانية لديها من النضج السياسي بما يكفي لمعالجة مشاكلها الداخلية، أي المشاكل السياسية اللبنانية. وهو بارك للرئيس نبيه بري راعي الحوار بين حزب الله والمستقبل. وفي المناسبة هذا الحوار ينطلق غدا في هذا المقر في عين التيني في دارة رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا أبرز ما تطرق إليه لاريجاني. أما الرئيس نبيه بري فكان له موقف لافت أيضا بأن كل ما يجتاح هذه المنطقة من حركات تكفيرية يجب مواجهته، وهنا ثمن دور إيران في دعم المقاومة لإسقاط المشروع التكفيري الإرهابي. وهو أيضا تطرق إلى الأوضاع في فلسطين المحتلة. نعم. وممارسات العدو الإسرائيلي. ومن هنا كان أيضا تأكيد لاريجاني على أن الخطر الإرهابي والكيان الإسرائيلي، الخطر الإسرائيلي، هما وجهان لعملة واحدة، وأن إيران تدعم. نعم. محور المقاومة وهذه الدول لمواجهة هذين الخطرين. نعم رامي. إذن هناك لقاء سيكون أيضا مع ممثلي الفصائل الفلسطينية كما قلت عباس صباغ، لكن كان استبق أيضا هذه اللقاءات سيد لاريجاني بلقاء الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح. هل من خصوصية بعينها لهذا اللقاء، أو رشح عن هذا اللقاء أي معطيات أو مواقف؟
يعني اللقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في السفارة الإيرانية، وهو أول لقاء عقده لاريجاني، بحسب مصادر المجتمعين بأن لاريجاني أكد على دعم الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية، خصوصا في ظل التصعيد الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، وكان هناك تأكيد على وحدة ضرورة الوحدة الفلسطينية، وأن هذا المحور محور المقاومة الممتد من طهران إلى غزة، وإن كان تعتريه بعض العثرات بحسب ما فهمنا من مصادر حماس، هنا الحديث عن علاقة حماس بدمشق ودور إيران على هذا الصعيد، بأن إيران ماضية في دعم الشعب الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة لمواجهة هذا الخطر، الخطر الإسرائيلي، وخصوصا كما ذكرت في التصعيد الأخير، وأيضا قبله اغتيال الوزير الفلسطيني في الضفة الغربية. أشكرك جزيل الشكر عباس صباغ مراسل الميادين، كنت معنا من عين التيني مقر الرئاسة الثانية في لبنان. وكان لاريجاني قد أجرى محادثات في سوريا تناولت التعاون بين البلدين ومواجهة الإرهاب الذي بات يهدد المنطقة برمتها. محمد خضر. رسالة دعم إيرانية لسوريا حملها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى دمشق. الرئيس بشار الأسد جدد تصميم السوريين على استئصال الإرهاب مع الاستمرار بالمصالحات الوطنية، مهمة لم تعد سوريا بحتة بعد امتداد الخطر الإرهابي ليطال المنطقة برمتها، خلاصة يتفق عليها البلدان. تعودنا تبادل الزيارات من أجل مزيد من التشاور حيال العلاقات الثنائية، نتبادل دائما كيفية مواجهة التنظيمات الإرهابية ودفاع عن شعوب المنطقة وعن المد الإرهابي القاتل. المواجهة الميدانية لا تلغي البحث في حل سياسي يقوم على الحوار بين السوريين، حوار يستند إلى دعامتين: الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الأنظار تتجه اليوم نحو المبادرة الروسية دعما لكل ما من شأنه وقف نزيف الدم. لا ندخر أي جهد في دعم الأشقاء السوريين، ولدينا اتصالات وثيقة مع الأخوة الروس، والتشاور قائم فيما بيننا بنحو متبادل. كافة الدول الغربية أو العربية تعمل على تقديم حل سياسي. أنا على ثقة بأن الكثير من هذه الدول اقتنعت بأن الحل السياسي هو الخيار، لكن البعض منها ما زال يعارض ذلك. محادثات لاريجاني مع المسؤولين السوريين تكمل محادثات رئيس الحكومة السورية الدكتور وائل الحلقي ووزير الخارجية وليد المعلم في طهران. التوقيت يعطي المحادثات قيمة إضافية في ظل حراك روسي داعم للحوار. يأتي التحرك الإيراني وزيارة علي لاريجاني إلى سوريا برأيك تعميق للمبادرة الروسية والحراك السياسي المرافق لها، وخصوصا رأينا في الفترة الماضية حراك سياسي على كافة الصعد، ويأتي أيضا في إطار توقيت تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين سوريا والعراق لمحاربة داعش. لم تبخل إيران على دمشق بأي شكل من أشكال الدعم طيلة السنوات الأربع الماضية. ينتقل التعاون اليوم إلى مرحلة جديدة عنوانها التنسيق بين عواصم المنطقة لمواجهة إيران باتت تهدد الجميع. التشاور السوري الإيراني يحمل أهمية خاصة في توقيته. محادثات لاريجاني مع القيادة السورية توازي تحركا دبلوماسيا مكثفا إن عبر مبادرة ديمستورا أو المسعى الروسي لجمع أطراف الأزمة في موسكو، ما يعطي هذه المحادثات أهمية خاصة. محمد الخضر من أمام مجلس الشعب السوري بدمشق، الميادين. أعلن التلفزيون السوري إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية الصنع فوق القنيطرة. مراسلة الميادين أفادت بأن الطائرة من طراز سكاي لارك 1، وقد بث التلفزيون السوري بعض المشاهد التي أظهرت الطائرة سليمة. في غضون ذلك نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي علمه بسقوط أو إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار. وفي حلب أفاد مراسل الميادين بأن المجموعات المسلحة هناك تطلق نداء استغاثة للفصائل المنتشرة في إدلب وفي الريف الغربي لحلب للتوجه إلى مناطق الجبهات ولنصرتها. نبقى في حلب حيث تتصاعد التظاهرات في أحيائها الشرقية للمطالبة بخروج المجموعات المسلحة ودخول الجيش السوري إليها، وذلك مع استمرار سياسة التجويع واحتكار الأسعار وحملات الاعتقال العشوائية والحصار. ديما نصيف. يا الشرعية، هي الحربية، هي الشرعية.
ليس جديدا أن تخرج تظاهرات في حلب وأريافها ضد المجموعات المسلحة. المطالبة بخروج الحر ودخول الجيش النظامي تبدو بديهية في المدينة التي لم تذهب أصلا إلى سلاح، بل جاء إليها من ريفها الذي مولته تركيا القريبة وقطر والسعودية. كل ذلك يأتي بالتزامن مع إحكام الجيش العربي السوري الطوق على مدينة حلب وقطع إمكانيات التمويل والإمداد، وبالتالي هذا يساعد في سرعة انقضاض الجيش العربي السوري على الميليشيات الإرهابية المتشظية في مدينة حلب، خاصة بأن هؤلاء المدنيين هم الشريحة الأولى والمستهدفة في تضحيات الجيش العربي السوري. المحتجون بضع مئات، الشعارات نفسها منذ عامين، الحراك لا يبدو كثيفا. إن لم تحموا حلب فالثوار قادرون على حمايتها. فما تبقى للاحتجاج فلول مجتمع مدني لم تلجأ إلى غاز عنتاب كالعشرات من الناشطين والإعلاميين الذين لاحقهم وقتلهم داعش، وهم أهل خطف المسلحون لهم ابنا أو قتلوا أو سجنوا قريبا، وهم أيضا بعض من سقط لهم تحت سيف حد من حدود الهيئة الشرعية للنصرة يد أو رقبة، أو نال صوت مجلس القضاء الموحد للواء التوحيد أو نور الدين الزنكي من ظهورهم في ساحات حلب الشرقية. ومنذ أن جعلت العسكرة من التمويل القطري والسعودي والتركي مورد المجموعات المسلحة الوحيد، خلع المسلحون بيئتهم الحلبية وتسلطوا عليها. هو تمرد مستمر من مجموعات صغيرة قد ما كان، مو كل العالم، أغلب العالم تتجنب وبتمشي الحياة الحياة مثل ما بيقولوا، بتحاول ما تقرب، لكن بعض المجموعات من الإعلاميين من الناشطين اللي كانوا قدماء دائما عندهم هذا الحراك. أغلب المجموعات مكتسبة شعبيتها أو مكتسبة شرعيتها بين قوسين قدام العالم، لأنه في قصف وفي ضرب على العالم، فانه يعني انه نحن شو ما عملنا بيضل انه انتم عم يصير فيكم اكثر من الطرف الثاني. اتسعت التظاهرات بما تيسر من محتجين، وزادت الهوة مع الجماعات المسلحة بعد ان رفضها الاجانب من شيشانيين وسعوديين وتونسيين بما تحتاجه لتجديد عديدها. اما الافقار والقصف ونهب المعامل فتكفل بدفع حلبيين الى الارتزاق بالسلاح. ويستمد الاحتجاج ضد المجموعات المسلحة قوته أيضا أمام احتمالات تجميد القتال، فكلما كان هناك حديث عن هدنة أو مصالحة أو وقف لإطلاق النار ارتفعت أصوات الاحتجاجات أملا بخلاص قريب ولتشكيل عنصر ضغط على المجموعات المسلحة للقبول بذلك. ديما ناصيف، دمشق، الميادين. وفي مصر عقد أعضاء وفد هيئة التنسيق السورية المعارضة برئاسة حسن عبد العظيم عقدوا ندوة في القاهرة شارك فيها عدد من أعضاء المؤتمر الناصري. وقد جرى خلال الندوة عرض شامل للأزمة السورية ولكيفية الخروج منها من خلال الحل السياسي والمطالبة بوحدة التيار القومي من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. طرحنا الحل السياسي التفاوضي على أساس مبادئ جنيف واحد من زمان، وهلأ على ما يبدو بعد وصول الصراع المسلح في سوريا إلى حالة انسداد، كل الناس على مستوى الدولي وعلى مستوى الإقليمي وعلى مستوى الوطني وصلت إلى أنه المخرج في سوريا لابد أن يكون عن طريق الحل السياسي التفاوضي. احنا بنسمن دور هيئة التنسيق وبندعوها الى مواصلة جهدها على هذا الطريق، وان تهيئ الاجواء لحوار حقيقي مع النظام في سوريا، واحنا كمان بنناشد النظام في سوريا تهيئة الاجواء لهذا الحوار من حيث مثلا الافراج عن معتقلين، وضع تصور لخريطة الطريق، تصور مرحلة انتقالية تكون فيها حكومة انتقالية تمهد الأجواء للانتخابات. إلى العراق، حيث يواصل الجيش العراقي وقوات البشمركة هجومهما على مسلحي داعش في قضاء سنجار، كذلك سيطرا على محاور قضاء تل العفر وعلى مطاره وسط توقعات باستعادة السيطرة التامة على القضاء في الساعات القليلة المقبلة. وقد أفاد مراسل الميادين بأن أكثر من 20 قرية تابعة للقضاء أصبحت تحت سيطرة قوات البشمركة. وفي قضاء بيجي تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش وداعش الذي يحاول السيطرة على المنطقة. قضاء تل عفر تحت سيطرة القوات العراقية قريبا، هذا ما تؤكده المعطيات الميدانية الواردة من هناك. الجيش العراقي بالتعاون مع قوات البشمركة تمكن من تحرير أكثر من 20 قرية في قضاء تل عفر، ومن السيطرة على محاور القضاء وعلى مطار تل عفر غربي الموصل شمالي العراق.
القوات العراقية كانت قد أحكمت سيطرتها على المطار بعد شبكات عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 130 عنصرا من تنظيم داعش، ونجحت في تنفيذ إنزال جوي كبير استطاعت من خلاله اقتحام مستشفى تلعفر التعليمي. كنا نحارب داخل سنجار، القناصون منتشرون في كل مكان ولم يكن معي سوى بندقيات بيكسي. أحدهم أطلق علينا نحن البشمركة قذائف الأربيجي. ركضت لأختبئ داخل أحد البيوت فأصابتني رصاصة في فخذي. رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني شدد على أهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم من أجل محاربة تنظيم داعش، وأشاد بأداء قوات البشمركة في معاركها ضد التنظيم. وبالتزامن مع معارك تل عفر برزت تطورات مهمة في قضاء باجي، حيث شنت قوة في قيادة عملية صلاح الدين هجوما على تجمعات التنظيم وتمكنت من قتل 17 منهم. القوات الأمنية المنتشرة خلف مديرية شرطة باجي صدت بمساعدة من طائرات التحالف هجوما للتنظيم وفكت حصارا أراد أن يفرضه على المنطقة. كذلك تمكنت قوات من لواء الرد السريع الثالث من قتل عدد من المسلحين بعدما اشتبكت معهم في منطقة سوق باجي، فيما استطاع خبراء المتفجرات تفكيك عبوات ناسفة زرعت في منطقة الحجاج في باجي. ولرصد آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من أربيل مراسل الميادين محمد كريم. محمد، ما الذي نسجله من آخر التطورات الميدانية خصوصا أنه هناك اشتباكات أو عودة للاشتباكات في محيط سنجار؟ نعم، بالتأكيد الاشتباكات لا تزال مستمرة على الأطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية لقضاء سنجار، كون أن هناك لا تزال جيوب لا تزال مستمرة لهذه الجيوب لمسلحي داعش في هذا القضاء. قوات البشمركة في الآونة الأخيرة في هذه ساعات الصباح الأولى وحتى الآن أحكمت القبض على أربعة أحياء رئيسية في قضاء سنجار، هي أحياء سنجار القديمة وحي بربوش والسيدة زينب وتل معاوية. هذه الأحياء الأربعة هي تقع على الطرف الشمالي من قضاء سنجار، تم السيطرة عليها من قبل قوات البشمركة، لكن ما يدور الآن أو ما تدور الاشتباكات فيه هو حول الجهة القريبة من قضاء تلعفر. هذه المنطقة وهذه هذا المحور الذي يمثل محور مهم جدا لمسلحي داعش أيضا لقوات البشمركة في السيطرة عليه، كون أنه يشرف على قضاء تلعفر، وبالتالي السيطرة على هذه المناطق ومناطق الاشتباك التي يدور فيها الاشتباك حاليا هي تمثل انتصار لأي طرف يمكن أن يحققه في هذه المنطقة. طائرات التحالف بالتأكيد تساند القوات البشمركة الكردية، هناك عمليات قصف، لكن الآن قوات البشمركة تحذر من أن هذه العمليات القصف ربما ستؤثر عليهم، خصوصا وأن مسلحي داعش بدأوا قبل قليل بحرق إطارات السيارات في هذه المناطق مناطق الاشتباك بهدف حجب الرؤية عن هذه الطائرات، كون أن بعض المقاتلات هي يعني تقوم أو تحلق على علو منخفض، وبالتالي يحجبوا مدى الرؤية ويصعب التفريق ما بينهم وبين مسلحي داعش. من هنا تأتي الخشية والذي أدت بقوات البشمركة إلى حفر خنادق وملاجئ على بعض الأحياء الشمالية والشرقية من هذه المنطقة من مناطق قضاء سنجار، لكن بشكل عام هناك أكثر من 35% من القضاء هو تحت سيطرة قوات البشمركة. وأهم نقطة محورية في هذا القضاء هو جبل سنجار، هو بسيطرة كاملة حتى هذه اللحظة تحت سيطرة قوات البشمركة. نعم، شكرا لك محمد كريم مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل. نبقى في العراق، حيث تجاوزت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تجاوزت أول 100 يوم من عمرها، فترة يرى ساسة بلاد الرافدين أنها انعكاس لما تقدمه الحكومة الجديدة من إنجازات وما تمر به من أزمات. عبد الله بدران. 100 يوم مضت على ولادة حكومة حيدر العبادي، ترحيب سياسي بحملة التغييرات الإدارية والعسكرية التي أحدثتها، وإن وجد كثيرون أن تنفيذ البرنامج الحكومي لا يزال بطيئا، طبيعي ذلك في ظل تمثل أغلبية القوى السياسية في الحكومة وكل له رأيه وموقفه. بالتأكيد أن 100 يوم ليست كافية للحكم على أي حكومة تشكل، لكن هنالك ملامح لخطوات اتخذتها حكومة السيد العبادي، أنا أعتقد أنها خطوات مهمة جدا، ومن هذه الخطوات هي مكافحة الإرهاب والوقوف بوجه داعش. هنالك تقدم حقيقي
على كل الميادين. الانفتاح على الخارج ومروحة الزيارات لدول الجوار وغيرها سببها الأساسي حاجة عراقية لدعم ملموس في الحرب على داعش. جملة المسائل التي يتكلم عنها السيد العبادي هي رغبة في الإصلاح، ولكن أعتقد أكو ظروف داخلية وخارجية تقيد هذه الرغبة في الإصلاح خلال 100 يوم الماضية على الأقل. الشارع العراقي يرى نقاط قوة وضعف الأداء الحكومي من دون أن يغلق باب آماله. كجماهير نريد حكومة قوية، أي بمعنى حكومة تدافع عن مصالح الجماهير. في الوقت الحاضر احنا نقدر نقيم بأنه المرحلة، هذه المرحلة في هذا الوقت يحتاج لها انفتاح على الدول العربية والدول الإسلامية والدول الأوروبية. أولوية حكومة العبادي بحسب المصادر إنهاء ملفات العراق الخارجية العالقة، ومنها الكويت التي يزورها وتركيا التي من المفترض أن يزورها أواخر الشهر الجاري، وترك قنوات الاتصال لجهة الحرب على داعش مفتوحة. تراكم أوراق المطالب من التكتلات السياسية العراقية على البرنامج الوزاري لحكومة العبادي قد يصعب من مهمتها لدرجة من الخطورة، قد تعرقل تنفيذ أصل البيان الوزاري المتفق عليه بين الأفرقاء. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. أكدت روسيا دعمها الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وقد شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء مباحثاته مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في موسكو، أكد على أن روسيا ستدعم مشروع القرار العربي في مجلس الأمن حول تحديد جدول زمني لإعلان الدولة الفلسطينية. نشعر بقلق عميق إزاء وصول عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل إلى طريق مسدود. نحن نفهم جيدا تطلعات الشعب الفلسطيني المشروع إلى إقامة دولته وندعم هذه التطلعات بالكامل. نحن على علم أيضا بتطورات الأحداث في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، وسوف نبحث معكم سبل إيجاد حلول تسمح على أرض الواقع بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. للمزيد حول هذه الزيارة والمواقف الروسية ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو مدير مكتب الميادين هناك سلام العبيدي. سلام، إذن تؤكد روسيا أنها ستدعم مشروع القرار العربي الفلسطيني في مجلس الأمن، هل من توضيحات لطبيعة هذا الدعم الروسي كيف سيكون؟ نعم رانيا، طبعا الموقف الروسي معروف على مدى عقود من السنين من أيام الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي وروسيا كانت من أولى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وقامت علاقات دبلوماسية. التمثيل الدبلوماسي بين روسيا وفلسطين قائم منذ عام 1981، لذلك يعني لا جديدة عمليا في الموقف الروسي من حيث الدعم الكامل والمطلق لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أساس حدود عام 1967. صحيح. لا بد من الإشارة إلى أن الاتحاد السوفيتي السابق في عام 67 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إثر عدوانها على الدول العربية وعلى مصر بالدرجة الأولى. لذلك الدعم الروسي للقضية الفلسطينية ليس جديدا، ولذلك روسيا تسعى الآن خلال التحركات الأخيرة التي تقوم بها جامعة الدول العربية لدعم المشروع القرار في مجلس الأمن. وروسيا قالت يعني صراحة على لسان وزير الخارجية لافروف كأنها ستدعم هذا التحرك وستدعم قرار مجلس الأمن الدولي دون أي تعديلات إضافية ودون أي إضافات من قبل الأوروبيين. يعني روسيا تتفق تماما مع الصيغة التي قدمتها جامعة الدول العربية، والتي تحظى بلا شك طبعا بالتأييد الفلسطيني، وهي في حالة تم التصويت على هذا المشروع في مجلس الأمن ستتصوت لصالحه، وإن حدثت أي يعني تطورات بشكل آخر يعني يمكن أن يصوت من قبل الولايات المتحدة بحق النقض الفيتو. لذلك روسيا أيضا تفكر مع الفلسطينيين بكيفية تجاوز مثل هذا التطور إذا حدث. أشكرك سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بدوره ثمن عريقات الدعم الروسي لحقوق الشعب الفلسطيني واستعداد روسيا للتحرك على كافة الصعد بما في ذلك مجلس الأمن. أستطيع القول نحن حصلنا من الوزير لافروف على كل دعم ممكن، سواء كان على صعيد مجلس الأمن، على صعيد مشروع القرار في نصه الأصلي
قبل التعديل والذي سنعود له فيما يتعلق بالقدس الشرقية وفيما يتعلق بالاستيطان وملك باقي القضايا. دعا القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي دعا القيادة الفلسطينية إلى إجراء مراجعة شاملة لنص القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي. البرغوثي وفي تصريح خاص للميادين قال إن المشروع الحالي لا يلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني. فتحت مصر اليوم معبر رفح في كل من الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي لتسهيل سفر بعض الحالات الخاصة بالفلسطينيين من قطاع غزة وإليه. الآلاف من المواطنين المرضى وأصحاب الإقامات والطلاب توافدوا إلى بوابة المعبر للسفر في ظل ظروف إنسانية صعبة. أحمد شلدان. لنحو شهرين سكن الهدوء الصالة الخارجية لمعبر رفح بشكل تام، واليوم تدب الحياة من جديد ويعود التكدس هنا بعد فتح السلطات المصرية للمعبر في كلا الاتجاهين لمدة يومين فقط. آلاف المواطنين توافدوا إلى المعبر رغبة في السفر في ظل ظروف إنسانية لا توصف. نزلنا شفنا بيتنا مقصوف ومتدمر، وهيتنا نرجع خايفين الإقامة تنتهي، وهينا بنستنى رحمة رب العالمين. المطر على راسنا نازل وجايين جالسين مبهدلين. عشان الله يا سيدي يفتح لنا المعبر، خلينا شوف الأمم المرنية هنا، احنا وشعب مصر منذ بداية التاريخ ايد واحدة وشعب واحد. ويخصص اليوم الأحد لمغادرة فئات محددة من المرضى وأصحاب الإقامات، فيما يخصص يوم الاثنين لمغادرة الطلاب المسجلين للسفر وسط مناشدات رسمية بفتح المعبر بشكل أفضل. يومين أكيد غير كافيات بتاتا، فتح المعبر يوميا أيضا غير كافي إلا إذا تم تمديد عمل المعبر لساعات 12 ساعة يوميا. هذا حق لسكان قطاع غزة، 1,850,000 مواطن فلسطيني هم سكان قطاع غزة، هذا هو المنفذ الوحيد لهم، فلذلك يجب أن يفتح المعبر بشكل دائم. يودع الغزيون هذا العام ومعاناة السفر بالنسبة إليهم تتفاقم، فعدد أيام إغلاق المعبر لهذا العام تجاوزت 235 يوما، معظمها لأسباب أمنية في سيناء كما جرى خلال الشهرين الماضيين. وكما يرغب مئات المواطنين بالعودة إلى القطاع عبر هذه البوابة، فإن آلافا غيرهم باتت حياتهم معلقة بمغادرتها، وفتح المعبر ليومين في كلا الاتجاهين خطوة وإن كانت إيجابية لكنها لا تعالج الأزمة في جذورها. أحمد شلدان من معبر رفح جنوب قطاع غزة، الميادين. أهلا بكم. إملاءات صندوق النقد الدولي التي فرضت على دول أفريقية أضعفت أنظمة الصحة لديها. دراسة أعدها علماء في جامعتي كامبريدج وأكسفورد أكدت أن برامج الإصلاح التي طالب بها الصندوق تسببت بإبطاء تطوير الخدمات الصحية في غينيا، ليبيريا وسيراليون. وتعتبر الدول الثلاث الأكثر تضررا بالوباء الذي خلف أكثر من 7,400,000 وفاة خلال أقل من عام. وأظهرت الدراسة أن البرامج التي أقرها الصندوق أضعفت الطواقم الطبية وخفضت الإنفاق على رواتب القطاع الصحي العام، ما أضعف مركزية الأنظمة الصحية. يواصل الروبل الروسي تعافيه بعد الانهيار التاريخي مطلع الأسبوع الماضي، وبلغ سعر صرف الدولار 56 روبلا تقريبا، أما سعر صرف اليورو فبلغ 69 روبلا للدولار. العملة الروسية بدأت تحسنها عقب إعلان الحكومة والمصرف المركزي إجراءات حاسمة لدعمها، غير أن سعر الروبل لا يزال أقل ب40% مما كان عليه مطلع العام. ونتيجة لذلك يتوقع أن تتسارع وتيرة التضخم في البلاد والتي تقارب 10% حاليا. أكدت كل من السعودية، الكويت والإمارات عدم خفضها لإنتاجها النفطي حتى لو بادرت دول غير أعضاء في منظمة أوبك إلى خفض الإنتاج. وعلى هامش منتدى الطاقة في أبوظبي قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن أوبك لن تتخذ أي مبادرة لدعم الأسعار ولن تجتمع قبل الموعد المحدد في شهر حزيران يونيو المقبل. فيما قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن بلاده على استعداد لزيادة إنتاجها أكثر إذا وجدت زبائن جدد، لأن القوي هو من يحكم السوق على حد تعبيره.
أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أن إجمالي إنتاج بلاده من النفط سيصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بعدما توصلت بغداد إلى اتفاق بشأن الصادرات مع سلطات إقليم كردستان. هذا وتوقع رئيس شركة تسويق النفط العراقية سومو فلاح العامري أن يتجاوز متوسط صادرات النفط لهذا الشهر من ميناء البصرة 2,600,000 برميل كل يوم. أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان إيش تهورامي أن وزارته سترفع كمية النفط المنتج إلى 500,000 برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن إقليم كردستان سيكون شريكا رئيسيا لميزانية العراق مع نهاية العام المقبل. كلام هورامي جاء خلال كلمة له في المؤتمر الرابع للنفط والغاز في إقليم كردستان المنعقد في لندن، حيث اعتبر أن مشكلات تصدير نفط الإقليم بشكل مستقل عن بغداد لم تجد حلا بعد، مبديا تفاؤله بشأن سير المفاوضات مع الحكومة الاتحادية. حملة غرس مليون شجرة تتواصل في الجنوب اللبناني، هي مبادرة لمحاربة التصحر وإعادة اللون الأخضر إلى لبنان كشكل من أشكال المقاومة في أرض حاولت إسرائيل محو كل أوجه الحياة منها. هنا أرض الجنوب اللبناني، أرض مقاومة بالبشر والحجر والشجر. حملة غرس مليون شجرة تعيد أحياء أسطورة لبنان الأخضر. بلدة مروحين الجنوبية قدمت صورة للحمة الاجتماعية. هنا التقى مواطنون من فئات اجتماعية مختلفة لخدمة طبيعة تحتضن كل أبنائها. تحت شعار شجرة لكل مواطن تنتقل الحملة من بلدة إلى أخرى. أبناء الجنوب يزرعون بسواعدهم آلاف الأشجار ليثبتوا جدارة الحياة في أرض لم يكسرها إرهاب الاحتلال. المقاومة لا تكتفي بعملها في المجال العسكري والأمني فقط وفق النائب عن حزب الله نواف الموسوي، بل شعرت أيضا بمسؤولياتها المشتركة في العمل مع أهلها في البلديات والجمعيات لإعادة اللون الأخضر إلى لبنان. ليست حملة سياسية وليست حملة فئوية، هي من المجالات التي يمكن للبنانيين أن يعملوا معا على رغم اختلافهم السياسي والحزبي. 5 سنوات مدة المشروع الرامي إلى توسيع رقعة الأراضي الحرجية من خلال زرع مليون شجرة مختلفة الأنواع. الغاية إحداث تحول في عمليات التشجير وتعزيز ثقافة الزراعة لدى الناس. أبعد من مشروع بيئي أنها مبادرة تلتقي فيها سواعد المواطنين بمختلف فئاتهم ليثبتوا أن ما يجمعهم متجذر في عمق الأرض. أهلا بكم. لليوم الثالث على التوالي تأجلت جلسة إعادة محاكمة المتهمين في مذبحة بورسعيد المصرية. محكمة الجنايات المنعقدة في أكاديمية الشرطة أرجأت القضية إلى الغد لاستكمال مشاهدة الأسطوانات مع استمرار حبس المتهمين. وتتعلق الاتهامات بارتكاب زمرة من جماهير النادي المصري جنايات القتل العمد بحق بعض مشجعي ألتراس النادي الأهلي قبل نحو عامين. السلطات الأمنية المصرية ستسمح بحضور جزئي للمشجعين في مباريات الدوري بدءا من الدور الثاني بعد منع دام 3 سنوات إثر كارثة بورسعيد. 10,000 متفرج هو العدد المسموح بإدخاله إلى ملاعب العاصمة القاهرة والإسكندرية، بينما سيحق ل5,000 مشجع حضور مباريات في باقي المدن. ولم يتحدد موعد انطلاق الدور الثاني، علما أن الزمالك يتصدر البطولة حاليا. سقوط أول للوداد في الدوري المغربي متصدر البطولة، خسر أمام مضيفه أولمبيك أسفي بهدفين من دون مقابل في المرحلة 13. ثنائية القرش سجلها لاعب الوداد السابق عبد الغني معاوي. الضيوف عانوا أرضية الملعب السيئة وجاءت الخسارة بعد 6 انتصارات و6 تعادلات. وبقي الوداد متصدرا إلا أن الفريق مع أقرب ملاحقيه أولمبيك خريبكا تقلص إلى 2 نقطة بعد فوز الأخير على القنيطري بهدف نظيف. لمناسبة عيد الميلاد المجيد، نادي بايرن ميونخ الألماني اختار قيده فيليب لام لمعايدة الجماهير الوفية. أعزائي جماهير نادي بايرن الأوفياء، شكرا على دعمكم لنا هذا العام. جملة افتتح بها لام كلامه، تمنى فيها الخير والسعادة للجميع وأهداهم
وأهداه إليهم وإلى فريقه هدية متواضعة. رأسية سكيرتل تنقذ كبرياء ليفربول أمام أرسنال في قمة مباريات المرحلة 17 من الدوري الإنجليزي. المدافع السلوفاكي خطف هدف التعادل في دقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما. الريدز رفع نقطته إلى 22 في المركز العاشر، فيما بقي أرسنال سادسا مع 27 نقطة متساويا مع جاره توتنهام هوتسبير. من دون عناء حسم كليفلاند كافاليرز لقاء القمة مع منفس غريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. الملك ليبرون جيمس دك سلة الفريق الضيف ب 25 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة، مجهود ساهم في تعزيز كليفلاند وصفته لمجموعات الوسط مع 16 انتصارا مقلصا الفارق إلى فوز واحد مع شيكاغو المتصدر. بالرغم من الهزيمة سجل مارك غاسول 23 نقطة و11 متابعة، لكنه فشل في تجنيب متصدر مجموعة الجنوب الغربي الخسارة الثانية له تواليا. والآن إلى فقرة الماضي الحاضر.